في عام 1989 اتعرفنا على لجنة الإغاثة اللي موجودة في نقابة الأطباء المصرية، وكانت نشأة وحديثة، لكن كانت بتشتغل قبل كده في قضية أفغانستان، وكان كل شغلها انها بتودي دكاترة لأفغانستان عشان العلاج هناك، وكان دي لجنة مصدق عليها من نقابة الأطباء والحكومة المصرية هناك. فتعرفت على بعض الدكاترة هناك، وكانوا طلبوا مني ان انا انقل التجربة بتاعت الإغاثة الإسلامية في ليهم هناك. فنزلت في شهر رمضان ايضا، وكنت انا يعني مزنوق جدا، كنت مزنوق جدا في نخلص كتاب رسالة الدكتور، لكن يعني نزلت قعدت اسبوعين هناك عشان اتكلم مع الدكاترة اللي شغالين في لجنة الإغاثة تبع لنقابة الأطباء، على كان عندهم هناك لجنة للزكاة، كيف يجمعوا الزكوات إلى آخره إلى آخره إلى آخره. وقضيت هناك اسبوعين، كنت كل يوم اقعد مع هؤلاء الدكاترة اقول لهم ازاي نعمل حملات، اقول لهم ازاي احنا عملنا التصميمات، ازاي نتصل بالمجتمع، ازاي نجعل المجتمع يؤمن بالرساله بتاعتنا الى اخره الى اخره الى اخره. فكانت دي ايضا نقله اخرى في نقل تجربه لم تتعدى 4 أو 5 سنوات الى اناس اخرين بغض النظر عن خلفياتهم ايه. ده اللي احنا عملناه في كل مكان في العالم، لان الفكره والمبادره والرأي ليس حكر على مجتمع واحد وليس حكر على شخص واحد، ولكنه لابد أن يكون متاح للجميع أنهم يتعلموا منه إلى آخره. فده كانت رحلة أخرى نوعية احنا عملناها لكي نزور النقابة ونتعرف على إمكانيات النقابة، اللي فيها كان مسجل أكثر من 100,000 أو 120,000 طبيب هناك، وده يعتبروا ثروة قومية ليس فقط للشعب المصري ولكن العالم العربي والعالم الإسلامي. دي كان أحد الرحلات النوعية تعلمنا فيها إزاي ننقل الخبرة وإن كانت بسيطة للآخرين. السلام عليكم.